أبونا سام، نحن بدنا نعبر لك عن شكرنا باسم الجميع وباسم كل حدا بيحضرنا بلبنان وخارج لبنان. بدنا نعبر لك عن شكرنا ونقول إنه بركة كبيرة لأنه كنا منصلي، وقت كنت أنت بأفريقيا عم تخدم هونيك وجهت لنا تشجيع وشكر للرب هالعمل اللي عم بيعمله الرب بجميع العنصرة بهالشهيدة الحلوة اللي عم نسمعها الرب عم بيعملها فيني وبكل شخص موجود معنا. بدنا نعبر لك عن محبتنا لك، نرفع لك صلاة ونقول لك كلنا انه نطلب من الرب انه يزيدك ايمان تكفي اخر نفس بحياتك عم بتمجد اسمه، بتكون عم تعمل مشيئته، بتكون عم بيقودك لمجد اسمه. انت ريحة المسيح بافريقيا ونكبر فيك. ربي يباركك ونشكرك على وقتك ونشكرك على حدودك. ونقول لك نحن كلتنا سمع لألك. تفضل. وسعت المدى وما حطيت حدود. أنا أول مرة بشارك معكم، أكيد كنت عم تابعكم من وقت سنة الماضي، إن كان من برنامج نقطة تحول أو بعدين بسهرة روحية، وشريط الحياة اللي كنت عم بسمعها هيك حطت قدامي دغري اللي قالوا يسوع من ثمارهم تعرفونهم، وكان كافي اللي عم بسمعه كان كيف هالتحول اللي صار بحياة كتار من الناس. وإذا بدك بكتير مطارح أنا خجلت من حالي لأنه الحصاد يلي عملته يعني بخدمتي هو أقل بكتير من الحصاد يلي شفته من خلال نشاطك انت طوني، من خلال انت شهادتك، ومن خلال تعبك وتعب محبتك، ومن خلال كل الجهد اللي عم تعمله. يعني كان الحصاد اكبر بكتير من الحصاد اللي كان انا كمان لازم، مش عم بعمل مقارنة، بس انه انا خجلت من حالي وسألت حالي اكتر من سؤال، انه في كل الفئات اللي انت علقت بالشبكة تبعك كمان كان لازم يكون أنا بشبكتي، يكون في أشخاص ما بعرف ليه أنا ما تصيدتهم، يمكن ما مرق قدامي أو مرق قدامي ويمكن ما قصرت، بس بشكر الرب عليك لأنه أنا بهالموضوع. بس بدي أتشك شوي، أنا عم بحصد زرع. زرع اختبارك، يعني أنت اختبرت، يعني أنت عشت اختبارك. أنا بحصد زرعك، أنت ما تنسى أبونا بلبنان موجود، صلاتك للبنان، حبتك للبنان، كلتنا. يمكن أنت تفشت لي السمكات هالشبكة تبعي، بس يمكن لو ما أنت تفشتهم ما كنت عبيت هيك سمك. كلتنا منشتغل بمجد الرب، كلتنا مجد إله، مجد إله. نشكر الرب دائما أنه مثل ما كنت عم صلي وبقول أنه من أنا، مثل ما قال أشعيا وشو بدي جيبني على أشعيا، بس هو الرب هذا كرمه، هو هذا هو عمله، هذا هو منطقه، هذا هي حكمته، ما بنعرف كيف. طبعا أنا ما بحب عيشه بدون ثمار، بدون ما يكون في ثمار. الثمار هي نتيجة اللي بيعطينا إياه هو. نعم ايه، تفضل تفضل. فكرت قلت لي شيء. ف أنا فرحان طبعا من هالأشخاص، فرحان بهالأشخاص، وبشكر يسوع كل الأشخاص اللي عبروا قطعوا من حالي لحالي، من شبه موت إلى حياة أكيدة، من عايش على هامش الحياة إلى قلب الحياة. هذا شيء بيفرح. والأشخاص اللي شفتهم شهدوا، يعني عم يحكوا قدام آلاف الناس ويمكن الملايين، مش عم يحكوا بعبهم أو عم يحكوا بزاوية صغيرة ما حدا سمعهم. وهيدي مسؤولية لما كل حدا يطلع يقول الاختبار يلي عاشه، يعني هيدي شهادة عظيمة هو يسوع بينتظرها منا. وبتلاقي الكلام اللي كان عم بيقوله أبونا جوزيف سلوم، واللي أنا بدي حييه وبقول له أنا بحبه كتير وزمان ما شفته، بس قضينا وقت كتير بالرسالة سوا. المعجزات الحقيقية ما بتعمل ضجة، كان كل حدا عم بيقوم يقول اختباره، عم بيقوم يقول شو عمل يسوع فيه لما حدا قدم له يسوع. طبعا كان في حدا عم بيقدم لهم يسوع لهالأشخاص، كان في مطرح في حضن واسع استقبل هالأشخاص وعملوا الاختبار. وبتسأل انه طالما من خلال جماعة العنصرة
عم بيكون في أشخاص عم بيجوا ليسوع. شو ناقص بقية الجماعات؟ شو ناقصني أنا الكاهن؟ شو ناقص رعايانا إنه كمان ما بتكون هي مثل الحشا يلي بتولد أشخاص جداد للحياة الحقيقية، الحياة بعمق؟ هذا كلام بصدق عم بقوله، وبيخليني مش بس اتحمس، بتخليني يعني هيك قلبي يفرق إنه أوف قديش فينا نعمل، قديش فيي أعمل، وبعد يمكن لازم أعمل وعم بعمل، بس إنه بعد المطلوب كثير، الحصاد كثير والفعل قليلون. أوقات يمكن نشتغل حد الموضوع مش بقلب الموضوع. فأنا بدي أطلب بركة ربنا الآب بين السماوي على كل حدا من جماعة العنصر الجديد يلي رجعوا لقيوا زيتهم، رجعوا حسوا بالحياة وبطعمة الحياة من خلال الانتماء ومن خلال المشاركة بهالجماعة واللي عم نشوفها. أنا لما تلاقيت فيك قبل مرة وخبرت بلشتوا 2-3-4 اليوم صرتوا 500 صوت واحد عم تشهد لعمل الروح القدس بحياتها، والحماس والحماس عم بحكي عن حماس يعني مش اندفاع هيك لا واعي أو رد فعل، يعني هالحماس ل يعني للعيش بمقتضى الاختبار يلي عشوا وصلوا له. أنا من كم يوم جمعني هيك شيء كنا عم نعمله، كان في شاب من شباب العنصر الجديدة وشفت كيف يعني نفسه صار تبشيري، نفسه يعني هو كنت عم بسأله كيفك، قال لي منيح، أنا ما كنتش منيح صرت منيح، أنا ما كنتش أعرف يسوع صرت أعرف يسوع، تغري يعني ما بقى يعرف إلا يقول اختباره والشمس، يعني مثل ما بقول يسوع لا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال بل على منارة. يعني نشكر ربنا بهذا العصر بهذا الزمن إنه في جماعة مثل جماعة العنصرة الجديدة عم تولع بولاها الروح القدس. علمنا كتير بحاجة للروح القدس، بحاجة لناس تختبر الروح القدس، بحاجة لناس، لأنه عم نتشكى كلنا من الوضع، إن كان الاقتصادي إن كان الصحي إن كان المالي إن كان الإنسان، وأنا رح أقول الوضع الروحي المهلهل يلي صرنا تجاريين يعني بعلاقتنا مع ربنا. أنا بدي صلي أنا كرمال تروح الكورونا، وأنا بدي ضوي شمعة ينجح ابني. ما في اختبار شخصي، ما في صداقة مجانية مع الآب والابن والروح القدس، هذا شيء يندى له الجبين، يعني شيء بيخجل إنه مسيحيين نشوف حالنا نحن بلبنان إنه نحن مسيحيين، بس مسيحيين شو يعني، هوية أو مفعول؟ خليني أقول وبخجل إنه ما في مفعول، ما في مفعول، في ناس، وأنا من برا بشوف كتير، يعني لما أنا من بريت لبنان شوف الوضع بلبنان بدون ما أكون غاطس فيه على كل الصعد. ومرة طرحت سؤال على الفيسبوك قصدا حتى نحرك فكرنا إنه هل الوضع الروحي منعكس على الوضع السياسي والوطني، أو الوضع الوطني السياسي منعكس على الوضع الروحي؟ وهذا الشيء بيحتم يكون في جماعة مثل جماعة العنصرة الجديدة، بيحتم يكون في جماعة مثل جماعة العنصرة الجديدة. هلأ بين الزوجين وبكل حب وبكل صراحة بقول في عندي بعض الأمور الصغيرة يلي مأخذ بدون ما أكون بيحق اللي أقوله، بس رح أقول وبفهم هالشيء اللي عم بصير، إنه مريت الواحد بس يعمل اهتداء يعني ينقل من العتمة للنور، مريت بدون انتباه بيصير ينتقد اللي كانوا اللي هني بعدهم مثله، يعني منصير عنا ردة فعل سلبية، ما مننسى انه نحن وين كنا، ومنصير لاحقين الاشخاص ولاحقينهم يعني هيك منكعرهم، ومننسى انه احنا كنا مثلهم، كان انا وكان اي حدا تاني. فقديش الشغلة بدها نضج، فالواحد يعني يصير لاقي على حقيقة اختباره، لاقي على يسوع ولاقي على كلمته، مش لاقي على ردة فعله تجاه أشخاص نسي هو إنه كان واحد منهم. من هيك كلنا يمكن من نقدر نعيش هالشغلة بتصير معنا، إنه نعمل ردة فعل. الموضوع مش ردة فعل، لأنه الإيمان حتى مش ردة فعل، هو فعل، والمحبة مش ردة فعل، هي فعل، مثل فعل الابن الحبيب بتجسده وبموته وبقيامته وكل التعليم يلي علمنا اياه، وهو الكنز للكنيسة، يعني
برنامج الحياة، فكر الحياة، فكر المسيح. يعني من هيك رجاء لأخوتي بجماعة العنصر الجديد إنه ما ننسى وين كنا، ما ننسى. وإذا نرجع لسفر الرؤيا كمان بيقول تذكر أين كنت وتوب، يعني بتذكر أنا وين كنت حتى بس أقدر تفهم غيري. وهون مثل ما كان عم بيقول أبونا جوزيف سلوم، يقول إنه كيف بدي أعيش حياتي، كيف بدي أعيش رسالتي، وكيف يعني بدون ردات فعل، بدون ردات فعل. وبشوف البعض عندهم غضب على أشخاص عم بيعلقوا. كمان رجاء لإلكم إنه نسوا إنه في ناس عم تعلق، هلا لأنه هو بيناتنا في حقيقة. خلينا نحكيها بكل بساطة، مريت أنا إذا كنت ابن الكنيسة، كنيستي أنا إذا أنا ابن الكنيسة المارونية ومش عن وعي مش عن نضج، فكر إنه كل الحقيقة بس بكنيستي، غيري ما عنده باختباره شيء بيصلح لإلي. من هيك نحنا منصير مسكرين على حالنا، بصير مسكر على حالي وبرفض غيري. هيدي الشيء مش حقيقة، هذا مش حقيقة. أنا عندي اختبار وغيري عنده اختبار، والشاطر اللي بيخلص نفسه تقول الحرديني، واللي بيوصل. كيف الواحد بيوصل على السماء؟ هذا المقصود. في غير كنايس عندهم خبرات. أنا كتير تعلمت من الكنايس البروتستانتية، تعلمت التكنيك، إن كان بالتبشير إن كان بالتعليم إن كان بالتفكير. في أمور مني يعني من حسب اختباري ما بتوافق معهم، بس أنا ما برفضهم لأنه هني كمان بحق للرب يعملون ليلة نهار. وياريت أنا فيي قد نصهم جيب ناس للمسيح، إنه من ثمارهم تعرفونهم. فرجاءً إنه يعني نعرف نحب بعضنا، نقبل بعضنا، ونتنافس على الخدمة، مش نتنافس على يعني شيء مش موجود إلا عند ربنا اللي هو الكمال. ما في كنيسة كاملة، ما في شعب كامل، في يسوع هو الكامل ونحن